مرحبا، معكم الدكتور محمد سراج. هاي المحاضرة هي المحاضرة الأولى اللي رح أقدم لكم إياها بما يخص القسم العملي. هاي المحاضرة موجهة لطلاب الرابعة والخامسة. طبعا طلاب الخامسة أخذين هاي المحاضرة العام الماضي، بس كون هاي المحاضرة رح يكون فيها معلومات مهمة وأساسية رح نستخدمها بشكل يومي بعياداتنا، فهي المحاضرة رح تكون مطلوبة للمرحلتين. المحاضرات اللي رح نحكيها بالشق العملي هي محاضرات بسيطة وخفيفة، مدتها قليلة ومعلوماتها أيضا بسيطة ولكن ضرورية جدا بالشق العملي. الطالب ممكن هلأ اللي عم يسمعني يسأل إنه شو الفائدة من هاي المحاضرات؟ هاي المحاضرات يفترض نتعلمها نحن بشكل عملي. طبعا الفائدة من هاي المحاضرات ممكن نحكيها بثلاث فوائد تقريبا. الأول ناحية هي النقص اللي صار عندكم بسبب هذا الانقطاع، بسبب الظروف الحالية. هاي المحاضرات رح ترمم، يعني رح ترمم الجانب العملي، وبالتالي رح يصير في عندك انت كطالب باك جراوند تقدر انك تطبقه. ان كان صار في كورس مضغوط، يعني انت في حال صار كورس مضغوط هون بالكلية، يفترض انت انك تكون جاهز من ناحية هاي المعلومات. في حال ما صار، فهاي المعلومات اللي عم نحكيها رح تكون مطلوبة بالكويز او بالتست بما يخص الشق العملي. بغض النظر عن كل هذا الكلام، هاي المعلومات هي أساسية وضرورية كتير، ويفترض أنت كطالب وطبيب بالمستقبل تكون ممتلكها لحتى تقدر تطبقها سواء بعيادات الكلية أو بعيادتك فيما بعد. طلبي من كل طالب أنه يكون مركز معي، يقدر يعني يفهم هالمعلومات البسيطة ويسجل المعلومات المهمة والمعلومات اللي موجودة ضمن السلايدات. المحاضرة هي رح تحكي عن الوضعيات الصحيحة اللي يفترض يكون فيها الطبيب والتشير والبيشنت. نحن بنعرف انه شغلنا اذا حكينا هيك بشكل مبسط هو مكون من ثلاث مكونات اساسية: الطبيب مع الممرضة من جهة، في عندي التشير، وفي عندي البيشنت. في عندي وضعيات علمية أنا لازم ألتزم فيها. هاي الوضعيات بتساعدني وبتلغي لي بنسبة جدا كبيرة أغلب المشاكل اللي بتصير مع الطلاب، وبنفس الوقت يعني اللي صارت واللي شفناها، مثل مشاكل اللي الرؤية، انت ما في عم تشتغل بالسن ما عم تشوفه بشكل منيح، مثلا عم تعمل سيمنتيشن، عم تعمل فيلينج، عم تعمل بريبريشن، في عندك مشاكل بالايزوليشن، في مشاكل كتيرة يعني مباشرة وغير مباشرة. هاي المشاكل بتلتغى لما انا بعتمد على الوضعيات الصحيحة والعلمية. بشكل مبسط أغلب المراجع بتحكي أنه أنا في عندي حالياً بطب الأسنان الحديث ثلاث وضعيات. الوضعية الأولى هي الأبرايت. الأبرايت طبعاً هي اللي بتكون بشكل يعني بيكون ظهر البيشنت أو التشير بيكون بوضعية 90 درجة مع مستوى الأرض. الوضعية الثانية هي الوضعية المخالفة تماماً أو العكسية، اللي هي بتكون الألموست سبلاين، يعني هاي الوضعية بيكون المريض تقريبا مستلقي، واللي غالبكم بيستعملها وغالبكم بيكون متعود عليها، بس هي وضعية غير صحيحة لما بنشتغل على يعني أماكن أو أسنان معينة ضمن الفم. هي مانا وضعية لكل الإجراءات اللي أنا بقوم فيها بالعيادة، ماشي. الوضعية الثالثة هي الوضعية بيناتهم، اللي بيكون ظهر البيشنت أو التشير تقريبا بزاوية 45 مع مستوى الأرض. شو هو اللي بيحدد هاي الوضعية؟ إمتى بحط المريض أنا بشكل قائم؟ إمتى بحط المريض
بشكل مستلقي او نصف مستلقي. اللي بيحدد هو المكان اللي عم بشتغل فيه، المكان اللي انا عم بشتغل فيه. وراح نشوف بشكل مبسط بالسلايدات القادمة. هاي هي الوضعيات الثلاثة اللي حكيت عنها. طبعا في قاعدة أساسية بما يخص الطبيب، الطبيب الوضعية المودرن دينتستري اللي بيحكي عنها، لازم يكون الباك تبع الدينتست دائما مستقيم بكل الوضعيات بكل الحالات. كيف ما كنت عم تشتغل دائما لازم يكون ظهرك مستقيم. مثل ما أنا شايفين الفرق بين هيك بين هاي الصورتين. الملاحظة الثانية، الساقين أو الفخذين لإلك كطبيب يفترض أنه تكون أفقية مع مستوى الأرض وما فيها ستريس نهائيا، مرتاحة. الوضعية أو النقطة الثالثة هي أنه لازم أنت المرفق تبعك لازم يكون بمستوى أسنان المريض. يعني إذا المريض موضوع بشكل الأبرايت العمودي يفضل بهون مثلا، ونبهت كتير على طلاب منكم عليها، أنه لازم يكون المريض أو البيش الدينتس لازم يكون واقف لحتى نحقق هذا الموضوع، أنه المرفق يكون بمستوى أو بارتفاع الأسنان. هذا الموضوع بيحقق راحة لجسمي وأداء أفضل، ومثل ما حكينا بيعطي شعور بالثقة من طرف البيشنت للطبيب انه هذا الطبيب عم يشتغل وهو مرتاح، وبيحقق لي عدم تعب وأذى لجسمي. هلا اذا حكينا بعد ما حكينا عن الطبيب وعن التشير، اذا حكينا عن البيشنت، البيشنت في تكنيك معين ممكن حدا سمعان فيه منكم، اللي هو تقسيم الفيلدز الحقول الموجودة حوالي البيشنت لا بما يشبه الساعة. يعني أنا لما بكون واقف بمكان معين وبعلاقة معينة مع البيشنت، فأنا ممكن قسم هذا الموضوع حسب الساعة. أنا ممكن أقول أنا واقف حاليا مثلا 9 o'clock. شو يعني 9 o'clock؟ يعني أنت واقف بما يشابه عندي أو بالوضعية عند الساعة رقم 9. أنت لما بتكون خلف المريض أنت بتكون 12 o'clock. أنت لما بتكون مثلا أقل من 12 o'clock 10 o'clock أو 11 o'clock إلى ما هنالك. أكيد المعلومة صارت واضحة. هلأ بشكل عام أيضا في بعض المراجع بتحكي أنه أنا ممكن قسم اختصر هاي الساعة بثلاث مناطق. عندي شيء اسمه الأوبريشنز فيلد اللي هي بتكون من الثمانية للاثناش، الساعة ثمانية للساعة اثناش، هاي هي الأوبريشنز فيلد يفترض أنت تتحرك فيها تشتغل فيها، هي منطقة العمليات. في عندي من الاثناش للأربعة هي الأسيستنت فيلد، المنطقة اللي ممكن توقف فيها المساعدة أو الممرضة لحتى تمسك الماصة أو لحتى تناولك الأدوات بدون ما تعيق عملك أو رؤيتك أو تسبب مضايقة للبيشنت. في عندي المنطقة الثالثة اللي هي بتكون من الفور للأيت أوكلوك، يعني تسمى الستاتيك فيلد، يعني هي المنطقة الساكنة اللي بتكون تقريبا تحت رجل المريض، ما هي المنطقة ما حدا بيوقف فيها وتقريبا ما إلى أي شغل معنا. هلأ هذا التقسيم رح ينقلني لتفصيل أدق ومهم جدا، واللي هو أنا لما بيكون عندي عمل معين عم قومه على هذا المريض، بغض النظر قلع حشوات preparation for crown and bridge أيا يكن، أنت في عندك عمل معين عم بتقوم فيه. كيف بدك تحدد أنت وقفتك أو مكانك
انت كطبيب لحتى تحقق مثل ما حكينا هذا الكلام كلياته، لحتى تحقق الفيجن المناسب ولحتى تحقق الكنترول المناسب على المريض وتمشي العملية بسلاسة ونجاح. كمثال، أحد الطلاب مثلا من بيناتكم كان يعاني، يقول لي أنا ما عم شوف السن، أو مثلا هذا السن كتير بعيد، كتير لجوا، اللغة اللي بنحكيها بينات بعضنا يعني السكند مولار الماكزيلاري، صعبة إنه تنشف. تقيدك بهي التعليمات بتحقق لك هي الرؤية. نقطة. النقطة الثانية، أحد المشاكل اللي أيضا بتواجه هو البيشنت مثلا التانك تبعه لارج. طيب إيه أوكي، شو منساوي إذا كل بيشنت التانك تبعه كان لارج؟ ما بنشتغل له، مصيبة. إذا كل بيشنت التانك تبعه كان لارج وبالتالي أبحنا كل محظور، يعني اشتغلنا ضمن بدون ايزوليشن واشتغلنا بشكل غير، هذا كمان مشكلة، النتيجة رح تكون سيئة. طيب الحل لهذا الموضوع، الحل هو التقيد بهي التعليمات اللي عم نحكي. يعني أنا لما بكون حاطط البوزيشن تبع التشير والبيشنت وبنفس الوقت أنا واقف في البوزيشن الصحيح وبالمكان الصحيح، رح آخذ نتيجة صحيحة وراحة بالعمل كرؤية وككنترول، إن كان بالنسبة للعاب أو الدم أي شيء تاني. إذا دخلنا على التفصيل، فأنا يفترض فيني أنه كون بوضعية الـ 8 o'clock لما بكون عم بشتغل على المانديبيولر جو من جهة الرايت، هاي الأسنان أنا يفترض أكون بوضعية الـ 8 o'clock بالإضافة ل الليفت بالنسبة للماكزيلاري جو. هلا أنا فيني كون بوضعية الـ 11 o'clock لما بكون عم بشتغل ب السايد المقابل عن اللي حكينا عن الـ 8 o'clock، اللي هو بالنسبة للمانديبيولا جو كان بالليفت، وبالنسبة ل الأبر أو الماكزيلاري جو كانت من جهة الرايت. أما بالنسبة لما بشتغل مثلا على الماكزيلاري أو المانديبيولر بالنسبة للأسنان الأنتيريور، فأنا يفترض كون بوضعية الـ 12 أوكلوك. يعني باختصار أنا لما بكون عم بشتغل لنفترض كلاس 3، عم بعمل كافيتي كلاس 3 على الابر رايت سنترال وبكون بوضعيه ال 8 o'clock، ما رح اقدر اضبط الموضوع. اوكي، لازم اكون بوضعيه ال 12 o'clock واستعمل الدايركت اند اندايركت فيزر. هون انا بحقق الرؤيه المريحه، بكون وضعيه جسمي صحيحه، المريض مرتاح، مالي مضايقه. كمثال آخر عن المشاكل اللي بتصير، أنا لما بكون عم بشتغل مثلا على second أو third أو حتى first molar بالمانديبيولر، لما بكون عم بشتغل ووضعية البوزيشن تبع الشير هي مثلا السوباي، التانك تبع البيشنت رح يرجع ويغطي لي الفلد اللي عم بشتغل فيه. من هون برجع بوضح للمرة الأخيرة أنه هاي المعلومات جدا ضرورية لحتى ما تواجهوا هاي المشاكل، وبالتالي ما في أي عذر أنه أنا أشتغل بدون isolation وما يكون عندي control، أو أني ضايق المريض أو ضايق نفسي وأتوتر وأدخل بحلقة مفرغة ما لا نهاية أسباب عدم اتباع هاي التعليمات. نقطة أخرى، يفترض أنا بعد هاي المحاضرة اللي حكيتها أنه لما أسأل طالب أنه إذا في عندك أنت مثلاً second premolar maxillary right، أعطيني البوزيشن مال البيشنت، أعطيني البوزيشن مالك أنت كدينتست، فيفترض أنت تكون فهمان الموضوع وصار واضح بالنسبة لألك. ننتقل للنقطة الثانية، ضل في عندي نقطتين مهمات بدي أحكي فيهم، اللي هن أنا كيف بدي أتعامل مع النسج المحيطة بهذا السن اللي عم بشتغل فيه، إن كان ككنترول كايزوليشن وإن كان ك ريتراكشن كورد خيوط تبعيد.
بشكل مجمل انا في عندي عدة طرق. طيب شو اللي بيحددها؟ يعني انا امتى بستعمل ريتراكشن كورد، امتى بستعمل مثلا الرابر دام، امتى بستعمل الكوتون رولز. قال انه وضعي انا كطبيب ونوعية الاجراء اللي عم بستخدمه كنوع اجراء، يعني هو هل هو فيلينج، ايضا الكافيتي هل هي سبلينجوال سوبرا لينجوال، عفوا سب جينجيفا او سوبرا جينجيفا. هذا الموضوع هو اللي بيحدد لي شو هي الطريقة اللي بدي اشتغل فيها كتيشز مانجمنت. في عندي طرق كتيرة انا لحتى اضبط الايزوليشن. في عندي الطريقة اللي بعيدة عننا نحن ما بنستخدمها إلا بحالات جدا 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 نادرة، هي استعمال الأدوية. في عندي أدوية مثلا مثل الأتروبين، يجيك بيشنت مثلا عم ياخد مضادات اكتئاب، هاي الأمور بتعمل لي مثلا بتلاقي أنت لحاله البيشنت اللي بيتعاطى هيك أدوية أو أنت بتعطيها بيتناقص او بينقص كمية اللعاب المفرز بالنسبة له. بس انا طالما عم بشتغل شيء موضعي ما في داعي يدخل البيشنت باجراءات سيستمك، يعني تكون الى سايد افكتس تضره. وبالتالي انا في عندي اجراءات تانية. السيرنج انا ممكن استخدمه لتجفيف، اعمل دراينس للكافيتي اللي عم بشتغل فيها. في عندي شيء جدا 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 مهم اللي هو الرابر دام، جدا مهم. طب الاسنان الحديث معتمد عليه بشكل رائع، اجراءه جدا بسيط، هو مانو صعب. ان شاء الله اذا كان في لقاء بيناتنا ضمن العيادات ممكن نطبقه على اكثر من مريض. طلاب الخامسة بيعرفوا طبقناه على اكثر من مريض. في عندي ريتراكشن كورد ايضا له تكنيك سهل وبسيط ممكن انه نتعلمه. في عندي شيء اسمه بنسميه باللغه العربيه مبعد الفم، مثل الصوره اللي بالوسط من الاسفل، هذا مبعد الفم ايضا بيساعدني. بدنا نكون حذرين شوي نحن لما عم نستعمل الرابر دام او هذا المبعد، انه اذا البيشنت بتنجرح اللبس تبعه ممكن نستعمل الفازلين ندهن قبل تطبيقهم. في عندي ايضا شيء مرافق لإجراءك بشكل 100%، ما في أي عذر إنه أنا ما أشتغل فيه، اللي هو ماصة اللعاب، أنتوا بتسموها السكشنز، في إلها تسميات تانية طبعا بغض النظر عن التسمية، ولكن جدا مهمة. رح نحكي بالسلايد الأخير اللي رح يجي بعد شوي كيف أنا بحطها بحيث ما تضايقني، حيث تكون ثابتة وما أطلب حتى من البيشنت. خدوها قاعدة، ما تطلب من البيشنت انه يعمل اي شيء. البيشنت اذا بتقول له ارفع لسانك بيشيل لسانه بيحطه فوق محل ما عم تشتغل. هي حركات لا ارادية، ما في داعي انت تكون بحالة ستريس او تعمل البيشنت بحالة ستريس. البيشنت من غير شيء ولا نحكي بكل بساطة وصراحة، اجراءات او العلاجات الاسنان مؤلمة وصعبة، وبالتالي البيشنت هو قبل ما يجي بيكون كرهان هذا الإجراء وعايش حالة ضغط نفسي، فما في داعي أنت ومهما طلبت منه ما رح يستجيب. شفت كتير من الطلاب بيقول للبيشنت بعد لسانك، ما رح يبعده، ما عنده قدرة يعني إنه يبعده أو يضبطه. وبالتالي ما تطلب منه لا إنه يمسك الماصة ولا إنه يبعد لسانه ولا أي شيء. في تكنيك شوي بسيطة لا رح نحكي عليه ممكن إنه يساعدنا. الكوتون رولز ايضا مهمة جدا، ممكن نصنعها نحن بايدنا من القطن العادي او ممكن تجي جاهزة مثل ما كلياتنا بنعرفها. ايضا الى دور كتير مهم بالتبعيد وبامتصاص اللعاب. بالتالي ما في اي سبب يخلينا ما نشتغل بشكل صحيح، ما نتعلم بشكل صحيح. هالاجراءات البسيطة كتير ضرورية لحتى تجنبنا الأخطاء والمشاكل والتعب والفشل بأي إجراء نحن عم نشتغله، بغض النظر كان ضمن الأوبريشن أو عفوا الأوبريتيف أو كان ضمن
أي سيرجري أو أي مكان آخر. هاي الإجراءات البسيطة بتجنبني كتير من المشاكل. طيب أنا كيف بدي استعمل الكوتون رول؟ بكل بساطة، أنا لما عم بشتغل على الماكسيلاري فيلد مثل هاي الصورة، فأنا مطلوب مني أحط كوتون رول ضمن الميزاب البوكال. بالبلاتال أنا ما أنا مطلوب مني أحط شيء لأنه ما رح يثبت، وبالتالي بيكون عندي كل شيء واضح. بتساعد هاي الرول اللي حطيتها بأنه تعمل تبعيد وتعمل امتصاص وتجفيف. مثل ما بنعرف نحن مثلا الغدد اللعابية، مثلا الغدة النكفية موجودة بمقابل تقريبا السكند ماكسيلاري أبر، وبالتالي أنا وضعي لهي الرول بهذا المكان ساعد بشكل أو بآخر بأنه يضبط لي السليفة، ما عاد في عندي إفراز غزير بالنسبة له. ما شرط أنت تحط بكل الجهات، بتحط فقط بالأماكن اللي بتحقق لك فيجن مريح وتبعيد لللبس وبنفس الوقت ضبط للسليفة. بالنسبة للمانديبيولر جو، مطلوب منك وضع الرولز بالبكال واللينجول. فانت مهما كانت الكافيتي اللي عم تشتغل فيها، مهما كان البريبريشن اللي انت عم تعمله باي سن وباي مكان وباي هذا، مفروض على المانديبيولر تحط بهدول المكانين البوكال واللينجوال لنفس الاسباب اللي حكيناها من ثواني. طريقة وضع الرولز بالنسبة للطلاب الرابعة، طلاب الخامسة بيعرفوا كتير هذا الموضوع. طلاب الرابعة أنا بدي استعمل الملقط، أصابيعي ممنوع تحط الرولز، ما رح ينحطوا بالمكان الصحيح، ما رح يعملوا لي الوظيفة الصحيحة، رح تلبك، رح تقلب معدته المريض وتدخل بجنون أنت والبيشنت، ما تعرف يعني تفوت بالحيط، خلينا نقول هيك على بساط بسيط، أنه أنت رح تفوت بالحيط بهذا الإجراء. كتير واجهنا أنه مرضى عم تقلب معدتهم مثلا، او الرولز ما عم ينحط بالمكان الصحيح، انت بتشيلها بتكبها الى ما هنالك. لا، بحطها بكل بساطه وسلاسه، بضغطها بالملقط بالمكان الصحيح. الموضوع الاخير اللي بدنا نحكي فيه هو الاجكتور، او مثل ما بتسموها انتم السكشن. دائما لما بكون عم بشتغل بالاخص على المانديبيولار جو، انا لازم احط الاجكتور على السايد المقابل للسايد اللي انا عم بشتغل فيه، بعيد، حطه على السايد المقابل للسايد اللي انا عم بشتغل فيه. في تكنيك معين بشكل حرف يو بعمله للاجكتور وبحطه على السايد المقابل حتى ما يعمل لي أي مشاكل، ويساهم نوعا ما ب الايزوليشن بشكل كتير مهم، يساهم بالايزوليشن اللي أنا مطلوب مني. هلأ لما بكون عم بشتغل على الماكسيلاري ما في أي مشكلة، مع ذلك يفضل أن نحط على السايد المقابل للسايد اللي أنا عم بشتغل فيه لحتى ما يلبكني أنا بالكنترول اللي عم بعمله بأصابيعي لما بكون ماسك التورباين أو الهاند بيس. يعني لازم ينحط على السايد المقابل وبالشكل اللي حكيت عنه أنا، اللي بيعرفوا اسمه طلاب الخامسة اسم هذا التكنيك. أنا فيني حط هذا الإجكتور بدون ما يتحرك، بدون ما أطلب من البيشنت أي مساعدة. محاضرتنا لليوم خلصت، بتمنى تكون المعلومات بسيطة وسهلة واستوعبتوها. بتمنى تسجلوها وتحاولوا انه تكون دائما ملازمة لكم بعملكم بالعيادة او هون ضمن العيادات في حال رجعتوا ان شاء الله بشكل قريب. واي استفسار مثل ما حكيت، في عنا كلاس روم بالنسبة للطلاب الخامسة فينا ندردش فيه شوي، بالنسبة للطلاب الرابعة فينكم تبعتوا أو تجمعوا هاي الأسئلة
الممثل وبس يبعت لي اياها، انا بجاوب عليها بفيديو او بشكل مباشر. مشكورين والله يعطيكم العافية.